نصائح مصرية للوقاية من كورونا داخل المنزل وتحذير لهؤلاء. إجراءات جديدة في رمضان. مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا. غضب أطباء في مصر، وزارة الصحة تتجاهل حمايتنا. خبير الأوبئة في مؤتمر ترامب: سيكون هناك كورونا في الخريف. وفاة طبيب مصري في بريطانيا جراء إصابته بفيروس كورونا. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب مصر ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع الشعوب العربية. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصل لكم كل جديد أولا بأول. شبح كورونا، هكذا قلب الفيروس نمط الحياة بوسط القاهرة. لا شك بأن جائحة فيروس كورونا قد قلبت موازين الحياة اليومية في جميع أنحاء العالم. وفي مصر يتخيل فنان الرقمي فيروس كورونا كالشبح الذي يهيمن على منطقة وسط البلد بالقاهرة. فما رسالة هذا التصميم؟ يقول الفنان الرقمي المصري ديفيد رزق لموقع CNN بالعربية إن مشروعه يهدف إلى إظهار تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على حياتنا، سواء من الناحية النفسية أو المادية. ويوضح رزق أن تصميمه يعد بمثابة رسالة موجهة للسكان بالالتزام بالبقاء في المنازل للحد من انتشار الفيروس في مصر. وفي البداية وقبل إجراء حظر التجول، كان المشروع يحمل تصورا مختلفا يتمثل في إظهار سماء منطقة وسط البلد بالقاهرة، والتي تعد مصدر إلهام فني بالنسبة لرزق، بكائنات توحي بالإبداع بحسب ما ذكره الفنان الرقمي. وبعد انتشار الفيروس في مصر وتوقف دور السينما والفعاليات الثقافية، قرر رزق تغيير مسار هذا العمل الفني من خلال قلب المباني وتجسيد الفيروس كوفيد-19 في سماء وسط البلد، بدلا من تصوره الأولي وفقا لما ذكره. واشرح رزق سبب ظهور الأبنية مقلوبة في التصميم قائلا: إن الفيروس قلب حياتنا رأسا على عقب، كما قلب فكرة ومسار هذا التصميم. هل وباء فيروس كورونا عقاب للأمة؟ مفتي الجمهورية يجيب. قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن التنمر من مصابي كورونا ليس من أخلاقنا. وأضاف علام خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد: يجب عند سماع الشائعات الوقوف أمامها طويلا وتحليلها وتفنيدها، ويجب أن لا يكون الشخص إمعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأشاد مفتي الجمهورية بما يفعله مجلس الوزراء من الرد على الشائعات، مؤكدا أن القرآن الكريم حسم أمر الشائعات وطلبنا من التثبت والتأكد من الذي يبثها. وعما يتردد عن أن الوباء كورونا عقاب وغضب من الله، قال علام إن ما ينزله الله ينبغي أن نلتفت إليه أنه اختبار وليس عقاب، لأن كلمة عقاب خطيرة، وبهذا يكون الصحابة تعرضوا للعقاب، حيث يوجد منهم من توفى بسبب الطاعون. وفاة طبيب مصري في بريطانيا جراء إصابته بفيروس كورونا. أعلن الدكتور تيم نوبل المدير الطبي وريتشارد باركر الرئيس التنفيذي في مستشفيات دونكاستر وباستيلو التعليمية وفاة الطبيب المصري مدحت عطالله، والذي يعمل بمستشفى دونكاستر الملكي، جراء إصابته بفيروس كورونا، قائلا: بحزن شديد نعلمكم أن زميلنا الدكتور مدحت عطالله قد مات بعد إصابته بكوفيد-19 في مستشفى دونكاستر الملكي. ونعتت إدارة مستشفى دونكاستر الملكي في مقاطعة يوركشير في شمال إنجلترا الدكتور مدحت عطالله، وقالت إنه توفى بينما كان يتلقى العلاج بسبب إصابته بمرض كوفيد-19. ووصف المستشفى الدكتور عطالله بالمحبوب جدا والمعروف على نطاق واسع، كما وصف بالإنسان المتميز جدا. ونشر عدد من المصريين في بريطانيا نعيا لطبيب المصري على صفحاتهم الرسمية على فيسبوك، وكتبوا أن الدكتور عطالله كان يعتني بالعدد
العديد من المرضى المسنين في المستشفيات بجميع أنحاء شمال إنجلترا، ويتمتع بشعبية كبيرة ويحظى بالاحترام، ومارس الطب في 3 قارات طوال حياته المهنية، مما أثر على حياة الكثيرين بهذه الطريقة الإيجابية. وكان الدكتور عطلة قد سافر إلى إنجلترا منذ بداية عام 2000 تقريبا كمختص في رعاية المسنين، وتنقل بين عدد من مستشفيات بريطانيا قبل أن يستقر في مستشفى دانكاستر كمستشار في تخصصه عام 2014. وبوفاة الدكتور عطلة يرتفع عدد الأطباء الذين توفوا بسبب كورونا إلى 11 طبيبا على الأقل، إضافة إلى 3 ممرضين غالبيتهم من أصول عربية من السودان ومصر والعراق وسوريا وليبيا. كارفور دان دامول يعلن إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا. أعلنت إدارة سلسلة كارفور مصر إصابة أحد موظفيها في كارفور هايبر ماركت دان ديمول بفيروس كورونا المستجد بعد مكوثه في الحجر الصحي المنزلي منذ 9 إبريل، ويجري تقديم الرعاية الطبية له من قبل السلطات الصحية المختصة. وقالت كارفور في بيان لها اليوم الاثنين إنه يجري عمليات تعقيم وتطهير شاملة للمتجر مرتين، كما تم وضع فريق العمل المخالط له في الحجر المنزلي. أكد البيان استمرار هذه الإجراءات الوقائية لضمان سلامة كافة الموظفين والعملاء، فضلا عن إجراءات السلامة المعتادة. ونحث كافة العملاء على احترام تعليمات التباعد الاجتماعي عند زيارة الفروع. الصحة العالمية: مصر بحاجة إلى زيادة عدد فحوص فيروس كورونا. دعت منظمة الصحة العالمية إلى زيادة عدد فحوص فيروس كورونا في مصر، وذلك بموجب منهجية علمية موحدة للحد من انتشار الوباء. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور إن هناك نمطا تصاعديا في عدد الفحوص التي تجرى في مصر، لكننا نطالب بوجود منهجية علمية موحدة تغطي جميع أنحاء البلاد. وأضاف جبور في مداخلة هاتفية مع الإعلام المصري عمرو أدي ببرنامجه الحكاية المذاع عبر فضائية MBC مصر مساء الاثنين: كلما كان هناك منهجية علمية كلما ساهم ذلك في كشف الإصابات على مستوى الجمهورية. وأكد جبور أن منظمة الصحة العالمية توصي دائما بزيادة الكشف والفحوصات لكونه يساهم في كشف المزيد من الإصابات. وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر أن كل دولة لابد أن تزيد من الفحوص على منهجية موحدة لنكشف إصابات أكثر. ليس ضروريا أن تكون جميعها إيجابية، لكنها تؤكد صحة البيانات المتاحة لدينا لحماية المجتمع. وشدد الدكتور جون جبور على ضرورة الالتزام بالبقاء في البيت والتباعد الاجتماعي، لأنه يخفف الضغط على النظام الصحي ويجعل المستشفيات في راحة أكثر، وبالتالي نصل لمرحلة وقمة مسطحة للوباء. وحول بدء مصر في استخدام بلازا المتعافين كعلاج بقية مصابي فيروس كورونا، قال جبور إن المنظمة تدرس كل بروتوكولات العلاج الإيجابية في العالم من أجل الوصول إلى أكثرها فعالية مع الفيروس التاجي. من ناحية أخرى أكد جبور أنه لم يثبت وجود علاقة بين الصيام ومخاطر الإصابة بالفيروس، موضحا أن الأشخاص الأصحاء قادرون على الصيام خلال شهر رمضان وأنه لا لهم علاقة بكورونا. الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بواقع 189 حالة، حيث أوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا كوفيد-19 ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم 821 متعافيا. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 3333، من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة توفى.
والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. هل سينتهي كورونا بعد انتهاء شهر رمضان؟ لا تنسوا بأن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل نعمله. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.